معنا عبر الهاتف من مدينة نيويورك الأمريكية الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم. سيد فؤاد، يعني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر اعترف في المقابلة بتآمره على البحرين والسعودية، وأيضا قام بالتغزل بإيران وبطلب ود إسرائيل. أين يضع كل تلك الاعترافات النظام القطري في ظل هذه الأزمة؟ بالطبع هذا يعني الرجل لم يأتي بجديد، وكل ما فعله في هذا اللقاء أنه أعاد صياغة التآمر مرة أخرى، المغامرة هذه المؤامرات، وغلفها بطبقة من السكر، وقرر أن يظهر بمظهر الحمل وبأن الذئاب الدول الأربعة هي ما هي إلا ذئاب تريد أن تفترس بلده المسالمة وقيادته التي يعني كلها تشع سلاما ونورا على المنطقة. التآمر وتحريك الضباط والجيش السعودي الصف الثاني بصوت واضح وبعلانية وبأن السفارات القطرية يعني تمدهم بما يحتاجونه من أجل القيام بإطاحة النظام في السعودية أمر ليس بالجديد ومؤامرة قديمة حديثة. ما يثير الاستغراب هو الإصرار على هذا النهج، وأنه يظهر هو كرئيس وزراء سابق وليس كرئيس وزراء حالي. يعني أين رئيس الوزراء الحقيقي والفعلي والرسمي الذي لم يره أحد؟ ووضعتموه الآن، وضعت صورته على شاشة تلفزيون البحرين، لن يعرفه أحد لأنه لم يظهر أصلا. الدوحة الآن بلد عجيبة غريبة وتحكم بواسطة شخصين ليس في منصبين رسميين، وما زال التعنت والغرور يأخذهم. طيب سأعود سيد فؤاد يعني إلى ما قاله حمد بن جاسم بوصفه لإيران بأنها دولة رزينة، وأيضا فيما سبق قام النظام القطري بوصف إيران بأنها دولة شريفة. ما رأيك، يعني ما هي الدوافع التي تؤدي إلى كيل الدوحة هذا المديح لطهران في ظل التصنيف العالمي لإيران بأنها دولة راعية للإرهاب؟ هو أساسا يعني هم يتفقون مع الإيرانيين في مسألة هذا دعم الميليشيات وبث الإرهاب وافتتاح مكاتب استخبارات في معظم نصف الكرة الأرضية. يعني هم لديهم أشياء مشتركة كثيرة جدا. زائد السبب الثاني طبعا أنه الآن يعني ليس لديه على البحر من ناحية أخرى سوى هذا الحليف لكي يتمترس خلفه، وكما يقولون في الأمثال يعني أنه القرعة تتباهى بشعر بنت اختها، وهو الآن أقرع ويتباهى بشعر الغزير والقوة الخارقة الصاروخية والحرس الثوري والاستخبارات الإيراني. هو يستقوي بهؤلاء على أشقائه في الخليج. إذا التحالف مع إيران هو مجرد يعني هذا التطابق في الأهداف. هم الاثنين كانوا يدعمون الحوثيين، هم الاثنين كان لديهم التوجهات بدعم ميليشيات، هم الاثنين كانوا يدعمون حركة حماس. تخيل يعني هذه التوليفة العجيبة، زائد العداء التاريخي للبحرين وما يمثله بالنسبة لهم. يعني البحرين يعتبرونها يعني يريدون أن يقدموها هدية مسلوءة ومقشرة للإيرانيين، والآن الإيرانيين طبعا وجدوها فرصة الآن أن هم يعني ينزلون في أرض مرحب بها وتجاور البحرين وهي الدوحة. لكن نعم سيد فؤاد، يعني بعد هذه المقابلة الصادمة، هل هناك أي قياس لردود أفعال أو رجع صدى لهذه المقابلة داخل مدينة الدوحة من أبناء قطر أنفسهم؟ شوفي، أبناء قطر مساكين، والاستخبارات القطرية صارت بقوة استخبارات إسرائيلية، عندهم 4 أجهزة أمن وبلد مساحتها صغيرة وحرس ثوري إيراني واستخبارات إيرانية ومخابرات تركية. لا يعني لا تتوقعين من المواطن القطري أنه يقدر. وبعدين وهو يرى أن الشيوخ أبناء الحاكمة يلقون بالسجون حتى يأكلهم الجرب. هذا كيف ممكن المواطن عادي أن ينتقد؟ أو لكن الغضب موجود في الصدور، لكن يريدون فقط، وهم أشبه الآن بالقش الناشف، مجرد شرارة صغيرة قد تشعل وتجعلهم يطيحون بهذا النظام العفن الموجود في قطر.
وضحت الصورة من مدينة نيويورك الأمريكية الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، شكرا جزيلا لك.